بعد المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم كنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي ان كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت زعانة وفاعي الله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس ما بقاش عندي في الكبده. مشاهدينا سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم كانت واجدوا بمدينة قلعة السراغنة وبالضبط منطقة الخوالقة في ضيافة السي الرحالي السماني اللي من بعد استعماله لمكمل واحد من المكملات الغذائية للشيخ محمد بن راشد الهاشمي شفي بإذن الله تعالى من مرض الأعصاب. أهلا بك سي السماني. شكرا للاستضافة وانك مرحبا بكم الله يخلف عليكم. الله يبارك فيك. وانا قبلتي تصوير معنا باش تشاركنا وتشارك المشاهدين ديالك تشارك المشاهدين الكرام عفوا يعني المعاناة ديالك مع المرض وكيفاش تشافيتي. تشافيت بارك الله بهذا الخير وهذا الكون ديال الشيخ الهاشمي. هذا الدواء بيد الله والشيخ الهاشمي تبارك الله، من اللي شربته الروح ما نزلت من عند ربي الحمد لله. دابا هو راه هاد قلنا هو من هاد الناس اللي مريض بشي حاجه وعنده شي مرض يمشي لعند الدكتور الهاشمي المركز. راه تبارك الله على الخير هاد البركه اللي نازله عنده الحمد لله. واخا خير كثير وبركه كثيره والناس كتشافها الحمد لله. واخا نقاطعك سي سماني، انت كنتي كتعاني من الاعصاب وكانت عندك واحد الحبيبه في النبوله. أيوة. الحمد لله الاعصاب والاعراض اللي كانوا كيظهروا عليك الحمد لله كل شيء مشى ومني استعملتي مكمل واحد من الغذاء يا الشيخ الهاشمي والنبوله راك انت في طور. أيوة. العلاج. أيوة. واخا غنرجعوا بك اللور وقلتي لي 3 سنين باش انت كنتي مريض. أيوة. فحكينا شنو هما هاد الاعراض اللي ظهروا عليك. كان كيضرني راسي بزاف وكان كتجيني الضيقة هنا في الدار. كندخل وكان تجيني الضيقة كنخرج كنجفال الحواض وكندخل للدار دقيقة وحدة كنخرج ما نقعدش. وعندي القلب ديالي هنا عند فم قلبي عند بوطي خبيط خدام مزاقيش كلش كيقول لي كل واحد مو مزوي كيقول لي واحد عندك هادي واحد عندك. لكن الحمد لله ما خليت فاد واجدته هنايا وشربته فانيد والو حتى حاجة ما كاينة. واحد قلت لي اول مره شدني المرض شدني شدني من عند بوطي. لما البوط شدني من عند بوطي مشيت هذيك الساعه داتني المره من هنايا لحقتني لعند واحد السيد قلت لك فاش هو بغى يطلعني عند الدكتور طلعتني في الدروج في الظهر ديالها عند واحد الدكتور اخر داتني عنده دوز ليا قال لي عندك شي حاجه بحال العسل فوق المعده. ذاك شويه اللي كان قال لي راه عندك بحال شي حاجه ديال العسل شحال من غيطه قال لي فوق المعده. جا خرج لي كتب لي الدواء خرج لي الدواء شريته جيت استعملت داك الدواء ما دار لي والو حاجه ما كاين. مشيت ثاني قلت له خاصني نمشي ندوز داتني ثاني عند واحد اخر دوز لعندو داوزنا عندو حتى هو ملي دوز لي قال لي شوف هاد الدواء استعملو ملي تكمليه الا ما دارش شي الحال جي ندير لك التيو. ملي سوت لك التيو واعر بزاف ما قدرتش نديرو جيت شربتك الدواء ديالو حتى هو حتى حاجه ما دارها ما كاينش. جيت انا لا ملي جيت ثاني هنايا بقيت في الدار بركه ثاني جا ماكش حتى حاجه ما قلت نكمل داك الدواء ما دار والو واخا نشربوني كيرقد كاي كامل داك المرض واحد شويه كيزقى شويه تينوض ما دارش. وانت في هذوك الفتره يعني كنتي شاد الفراش قلتي ما قاد تخدم ما عندك الخاطر اصلا. لا شوف انا راني مسبول ماشي عادي لا والو راني راني مريض مرت راه اللي شافني كيقول لي سبحان الله العلي العظيم داك الحاله هذاك وداك الشيء. جاي مشيت انا للسبيطار لقيت واحد السيده تما قالت لي يا ودي خاصك تمشي للبلي ملال خاص بالراس. عطات شديت من عندها النمره مشيت للبلي ملال دوز عند هذاك السيد تا هو ملي دوز لعندو قال لي عندك مرض نفساني يعني حاله نفسيه. دابا راه طالك للراس ولكن عشي فانيد شربو وغادي ديري لاباس. كتب لي داك الفانيد جيت شريتو تبعتو شويه عقبت شويه عقبت شويه ماشي بقى داك الشيء اللي كان ولكن شويه كمل داك الفانيد رجعت لعندو
دوز لي قال لي راه شويه عرفاني شويه قبل داك المرض ما بقاش كي كان. كتب لي داك الدواء اخر شريته قال لي ملي تكملي رجع لعندي. شرب داك الفانيد الاخر ملي شربته حتى هو ما كاينش ما دار والو عقب داك الخبيط كيما القايله رجع لك بومزوي ورجع لك الراس راس وبومزوي وفين اول تسولي عاد الخبيط مخلط ما تيترقدش كاع الناس واحد شويه تنوض عقب مشيت عند واحد حتى هو هنايا حتى هو مشي دوس لعندو هذاك هو اللي قال لي شوف غادي نكتب لك واحد الفانيد تبعيه حتى تموتي ما عمرك تحيديش وما تاكلش ما بقاش اللحم تدوز فيه ولا تاكلو كاع والو جيت نيت فعلا قبل خرج من عندو كتب لي شي فانيد شربت واحد شي حاجه منو قبل قلت ويلي تخلع هذا الحاجه داكشي ما كاين حتى حاجه والو على كفاية نشربو كالمي داك المرض واحد شويه نهار نهارين نرجع خبيت كيما القاعده حاجه ما دار هاك النهار قاعد راه فينا فهاك البلاصه ملي مشيت ثاني مشيت للسبيطار ديال مراكش طلعوني من هنا مشيت هنا ديال هاد ديال القلعه قال لي سير مراكش مشيت للسبيطار ديال مراكش تسنيت الطبيب شديت النمره تسنيت الطبيب دخلت الطبيب وريتو هذاك الشيء ديال الدوسي شافو قال لي سيدي انت راه غادي نعطيك الرونديفو باش نجي نديرو لك العمليه خرجت من تمانية من عندو جيت في حالاتي شاد هو النمرة ديال التليفون قال لي تنعيط ليك جيت في حالاتي ايوا جيت هنايا اللي لحق عليا تيقول لي اودي هاديك المبولة لا دات عليها العملية راه غادي تمشي بحالاتك مغاديش تبقى دابا هاك المبولة شحال من واحد دار لها العملية ومشى راه صعيبة قعدت تمانية تنخمم كنفكر في بلاصة هاداك السيد تما كنفكر كنقول نمشي على صافي حمرت بغيت نمشي لمراكش ندير العملية عاد قعدت تمانية وسار كنخمم تمشات المرا عندي دازت لعند بنت خويا صابتها شادة نورة التلفازة وشادة القناة الحقيقة شافت الشيخ الهاشمي داكشي اللي كيتشافى وداكشي اللي كيدير جات تجري عندي هنايا قعدت تما قالت لي رحالي شي تشد واحد الإداعة راه الناس كيتشافوا عليها بزاف ديال الشيخ الهاشمي راه داكشي اللي تشافى سبحان الله شديت انا الإداعة ستانيت كاينه بقيت كنقلبتها لقيتها قلت لها هي هذه قالت لي هذه بقيت حاضرة كنشوف الناس تبارك الله داكشي اللي تشافى وداكشي اللي برا كاين عندو مرض خايب كاين اللي عندو مرض دا كاين اللي ما كان ينوضش ودار لاباس كاين اللي بخير ولا خير شتا تمانية انا مقابله حاضرة تصدموا عيدا زين تما كنبكي قلت لها بنتي خاصني نمشي تهم فاك بلاصه قلت لها خاصني نمشي نجيب الدواء صافي بقيت واحد اليومين ولا ثلاثة وانا نركب دردقين في الكار وانا نركب وانا نمشي لمراكش مشيت لمراكش لحقت نزلت من الكار سولت مول الطاكسي قال لي يا سيدي ما نعرفوش الاول قال لي ما نعرفوش مشيت على الثاني قلت له ودي عاشك وريني مركز ديال الشيخ هاشمي قال لي هي مديك تلعندو تديني هي علم داني تلعبني نزلت هوت مسخلت على هذيك البنت سيبها قاعدة تما صامت قالت يا سلام قلت لها بنتي بغيتني قالت لي مالك اش اللي كيضرك اش عندك قلت لها تراني مريض مريض راه عطيتها الاوراق قلت لها كيضرني وكيضرني راه عندي وها عندي وها عندي عاودت لها نزيل هذاك الشيء المرض يعني عاودت لها كل شيء هذاك المرض اللي عندي عاودت كنعاني من حاله نفسيه من طشان زوين الراس وعندي واحد الحبيبه راه في البوله كنعاني منها كل شيء عاودت لها قالت لي سيدي سير من بعد توجد شغلك وتجي جيت نكتبوا لك الدواء ديالك ودي دواء انت راك تشافاي داك الكلام ديالها تيا تبارك الله الله يرحم الوالدين تيا مزيانه وهاد البنت تمانية ما قصرتش تيا راك تشافاي انا المرض لك انا المرض راك تشافاي منه وقمت رجعت ركبت في الكار جيت بحالاتي وقمت جيت هنا ولما يدك البركة ديك البركة قمت لما يدك شي ديال الفلوس مشيت الحقت على هذيك البنت قلت لها بنتي راه قالت لي يا
شحال كدير؟ قالت لي خاصها القد والقد ديال الفلوس، عطيتهم ليها خلصتها، كتبت لي داكشي ديال الدواء ديالي، قالت لي من بعد 3 ايام رجعت دي الدواء. جيت انا بحالاتي 3 ايام رجعت لعندها، صدت الدواء جا جدته هنايا للدار، بديت تنستعمل فيه. نهار الاول نهار الثاني باش حسيتي النهار الاول؟ نهار الاول استعملتي المكمل الغذائي الشيخ الهاشمي؟ نعم. باش حسيتي النهار الاول؟ نهار الاول نعم. قبل لا نمشي كاع لا ملي استعملتيه حسيت بالروح ما نزلت ديال الضيقه، بعدا اول مرتين ما بقاتش ديك القجه وديك الطجه وداك الخلقه اللي كانت تخلق ما بقاتش. بديت غادي كنشرب فيه وكندير هذيك الرقيه هي ديال القصيده ديال القران، وكنبقى كندحن نروح ما غادي، وكنت نزل نهار على نهار شويه عطنوض خفيف بخير ولا خير. بقيت كاكنيه فكملت الدواء ديالي، ملي كملت الدواء درت لاباس، عاد نمشي للمدينه، عاد نمشي نخدم. شحال ما خدمتيش تقريبا؟ شحال نهار دري؟ 3 سنين. انا صافي ما عنديش انا كاع لا خدمه تبنتيه لا خدمه لا دار لا والو. الدار عاد ندخل ليها نوض دقيقه ونخرج نجفل، مشي للحواوط نرجع حنا نخرج ثاني للحواوط. ما تجيش انا كاع يعني ما بقاش معيشه كيف كنقول؟ لا ما بقاش هذاك الشيء عندي صافي، ما بقاش طبيعي هذاك الشيء صلا عندي. بقى جيت القضيه عندي خايبه، هذاك الخبيط الماكله ما تدوش، داك الشيء اللي كلت كنرجع ليا ما هواش. ايوا الحمد لله ملي شربت هاد الدواء بديت نشرب فيه، بديت ناكل، عدت ناكل مزيان، شرب مزيان، نعس مزيان، عاد تبارك الله. راه هاد الخير تبارك الله عند هذاك الراجل، راه خير كثير تبارك الله بأدير الله. وهاد الشيخ الهاشمي راه هاد الخير اللي كيدير مع بنادم راه نور كينزل عليه من عند ربي. يعني شفتي الحالة ديالك كيف كنتي؟ الحالة ديالي كيف كانت؟ واش داز عليك؟ راه قلتي لي صافي الناس كيقولوا هذا صافي. راه اللي دوكا ليا اللي شافني دوكا كيقول لي كيفاش اشنو هو الدواء اللي شي درتي واشنو هو الاخر ليك اشنو هو زعما تعدلتي بخير؟ راه كان زعما عندي القضية ما هياش. عندي القضية صافي كان بحال مطوبس قعدت من. والحمد لله. الحمد لله وشكر الله على الخير تبارك الله. راه كاع انا كنشوف كاع الخوت كاع اللي مريض بشي حاجه يمشي للمركز ديال الشيخ الهاشمي، راه الله يخلف عليه، راه كيدير خير كثير مع بنادم. نجيب كاع الناس انا اللي قال لي شي حاجه كنعلم به لله، وهذا الشيء شفتو بعيني وجربته براسي بنفسي. هاد الجرا ديال الدواء هذا راني مجربوش، راه اللي قاعد كان مريض نقولها ليه سبيل الله، تا هو يمشي ويجيب دواه ويبرا. راه داك الشيء زعما كان عنده شي زيار وعنده شي مرض وعنده شي حاجه خايبه، وقال لي الطبيب ما داوهاش، وقال لي عندك مرض ولا عندك شي حاجه، راه يمشي لهاد البركه عند لهاد المركز ديال الشيخ الهاشمي. راه تبارك الله، الله يخلف عليه، الله يكثر خيره. راه كنبغيو ليه ان شاء الله خير في خير ونور في نور ينزل عليه. ربي يخليك. وحتى حنا يعني كنفرحوا ملي الناس كيديروا الثقه في المونتاج وكيستعملوه، ربي ما كيخيبش، كيجيب الله الشفاء الحمد لله. ولا هو لا هاد الخدمات لا نتوما اللي كتخدموا حتى نتوما وكتمشيو، راه خطواتكم حتى نتوما اللي خلصكم راه ربي. هذا واجب. راه ربي اللي خلصكم كاع الخدامه ديالو وكلشي، احنا كنبغيو لهم ان شاء الله الخير في خير ونور في نور. انا اللي كنطلب لهم راه خير كثير تبارك الله، كتضربوا مع الناس وكتجريوا الله يخلف عليك. ولكن هاد الفرحة ملي كيتشافى الإنسان وكنجيو عندو، راه هادي راها فرحة الدنيا كيف كنقولو، فرحة كثيرة راه عندنا حتى حنايا، وراها فرحة كثيرة تبارك الله ملي السيد يتشافى ويعود يمشي ويجي ويعود بخير، والنفس عندو خفت وعاد بخير. رحمة من عند الله، رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، رحمة من عند الله كتنزل. رحمة تبارك الله ملي يعود السيد بخير ويعود ياكل ويشرب ويخرج ويخدم ويجي ومع الأهل ديالو مزيان. الحمد لله راه الرحمة، راه كاين هاد الدار عندي راه كانت عابرة بنادم، اللي جا يجي هنا اللي جا كيبغي يبكي راه فين الأول مجبد راسي، شكون اللي قال عاد نور نتمشى؟ والو ما كتحركش كنت. لا والحمد لله، الحمد لله، جاب ربي الشفاء، جاب ربي العفو، الحمد لله الشفاء من عند الله. كيبقى الدواء غير سبب، جا السبب على المكملات الغذائية الشيخ الهاشمي، تبارك الله الحمد لله، جد جرعة وحدة تبارك الله خير مولانا. وكان كان بنصي سير، كان بنصي سير، كان تاي دارب ونجيب واحدة أخرى، ما غاديش نتلع الدواء، الدواء ما نتلاش عليه إلا ما أنا ونوشته، إلا ما صحيت وخا نصح 100 نزيد من الدواء،
هو ينفع ما يضرش. ما يضرش، بزاف الناس كيقولنا حنا واخا برينا غنبقاو. واخا صحيح، واخا السيد صحيح، واخا السيد صحيح بنتي صح صح، يمشي يجيب الدواء يشرب. هاد الدواء هذا زين الدات كامله. لان عباره عن مكملات غذائيه، يعني كيعطي النواقص كاع داكشي اللي خاصه الدات كيعطيها لها، وكيعطي واحد المناعه باش كتحارب الميكروبات، كتحارب امراض، يعني بحال كيقوي الدات. كيعطيها مناعه اللي كتخليها تواجه اي ميكروبات كتجيها ولا شي مرض. هكاك من هو شي حاجه كانت في داتك، كان شي مرض عندك، الظهر عندك، رجلين عندك، السقفه عندك، كل شيء تبارك الله كتشربوه داكشي كله هو كيبرى. الحمد لله. الحمد لله. الله يلاه. حنا كنا فرحانين بزاف ني جينا وشفناك ان شاء الله. الله يحفظ عليكم والله كثر خيركم، وجايين دار بنت تريز. بالعكس هذا واجب. وما خلصكم لربي. الله يخليك وسمحوا لنا على شويه التعطيل اللي درناها لكم اليوم. الله سبحانه وتعالى انتم الله يخلف عليكم. خير كثير. خارج الاراده ديالنا. الله يخلف عليكم. لا انت ولا هاد الاولاد ولا كاع هاد الناس، الله يخلف عليكم والله كثر خيركم. راكم رانا مشيت من هنا في الصباح وانا نيت في القلعه وكنتسلى، قلت ما حيتش من هنا، خفت من التلفون قلت على الدار الحليب الدوام هذاك ولدك على الدار الحليب. بقيت قاعد في صلاه الجمعه، خرجت انا ريحت كاين يدري يلا يلا نمشيو نتغداو. لا قلت لي غدا انا مزاجي في الطريق، غدا انا مزاجي في الطريق. لا كي والله ما كلت ما شربت. لا واش شي درنا لك سمحوا لنا، ولكن رحنا لهذا الخطا كان خارج او لا خارج على الاراده ديالنا. هذاك هذاك الشيء كله اللي تسليت ولا كل شيء رحمه الله. انتم كتسناو حنا جايين في الطريق وكنقولوا الحشومه لا 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 ما تعطيك داك الشيء مع تيسير الله. لا شيء مع تيسير الله ما تعطيك. تلاقينا على خير والخير فيما اختار الله. والله يلا الحمد لله. تلاقينا في ساعة الخير الحمد لله والله الله يداومها خير عليك وعلى جميع المسلمين. الحمد لله مرة أخرى على الشفاء ديالك وحنا بهذه المناسبة. الشيخ راسل معنا جرعة وقائية تكون تتمة العلاج ديالك. إن شاء الله. نتعرفوا عليها دابا نشوفوا المنتج ديالك. الله يخلف عليكم الله كثر خيركم. الله الدكتور العشيمي الله يخلف عليكم. ربي يخليك. الله يخلصكم. الله الله يخلص. وانتم راه يعني البديله من عندكم، درتوا الثقه في الدواء انتم الاولين، درتوا استعملتوا ربي ما خيب جاب الشفاء. درت الثقه في الدواء ودرت النيه ومشيت. ودرت النيه ومشيت. والحمد لله كي مشيت كي بديت نشرب فيه كنروح ما نزلت. الثقه غادي على نيتي وغادي دار الثقه وبغيت ونيت هنا بكيت بالدموع ومشيت. والله الا بكيت بالدموع حنا في هذا المحل هذا ومشيت قلت انا ما نتواضرش معاه لو كان نمشي ونقعد تما في مراكش اللي تنجيبها. والحمد لله. اللي عدت جدا الحمد لله والرحمه نزلت بخير ولا خير. الحمد لله. الله يدير عليها النيه والثقه. الحمد لله. الحمد لله وكنشكروا مولاة الدار اللي ضربتها معنا تبارك الله وشكلت لنا هذه المائده. شكرا لها الله يخلف عليكم. الله يخلف عليكم انتم انا كاين عندنا الحمد لله كل شيء. ضروري مسكينه ضربتها معنا يعني باش توجد هذا الشيء راه ماشي ساهل. واخا نشركوا الطعام. تبارك الله هادشي كلشي عندكم طبيعي. زين تبارك الله. يعني كلشي طبيعي راه كيبان لي الخبز بالضبط المغرب بين كلشي. كلشي زين تبارك الله الحمد لله. الحمد لله. راه ما كاين ما احسن من الباديه. اييه الباديه زينه. الجو كيكون زين والماكله زينه وكلشي كلشي طبيعي ما مخلط بحتى حاجه. اييه ما مخلط حتى حاجه زين تبارك الله. هذا اتاي ديال سميت الخوارقه. ديال الخوارقه اييه ديال الخوارقه. حنا ملي داخلين القلعه وكنشمو ريحه الزيتون كنشمو ريحه كاين الحمد لله كاين الحمد لله خير. يعني المنطقه تبارك الله شنو الحرفه اللي كيديروا الناس هنايا؟ شنو الحرفه اللي كيديروا لنا باش مش فلاحه فلاح. يعني الفلاحه الفلاح بحال اش الفلاحه واش الكسيبه ولا دابا الكسيبه دابا الفصه والكسيبه والحرط هادشي الفلاحه هادي الفصه على ود الكسيبه الفصه على حساب الكسيبه. نعم اللي داير الفصه كيعطيها للبعيد. ولكن بان شجر ديال الزيتون بزاف حنا داخل كاين غرز الزيتون يعني درجه الريحه ديال الزيتون مشات لينا معاه هنايا. كاين الزيتون كاين هنا المنطقه ديال القلعه الزيتون كثير تبارك الله فيها. يعني الحمد لله الناس بخير. الحمد لله لا بخير ولا خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الخير موجود يطلب بنادم على الصحيحه الصحه والسلامه والسلامه هذاك الشيء والله الا الانسان يطلب الصحه والسلامه مرة الصحه والسلامه الخير كله الحمد لله المغرب ديالنا راه فيما مشيتي راه الخير كاين الحمد لله. اييه فيما مشيتي تبارك الله الخير كاين الحمد لله.
وفاتنا التحقت بنا سيدة السعدية زوجة السي الرحالي، كذلك سيدة ميلودة مرت الأخ ديالو، والسيدة الزهرة الوالدة ديال السعدية. ما يخلف عليك السعدية، محنتي راسك. محنتي راسك. ما خسرش فيكم. ربي يخليك، ربي يخليك. واخا السعدية أنت شتي راجلك كيف كان؟ يعني أجداز عليه راه كيف قال لك راه كان كيجلس هنا والناس تما يعني كيبكيو يعني بحال بطولة عمره إن شاء الله يعني راه وصل لواحد. هذه مسكينة راه صبرت عمال. الحمد لله. عارفين قالها مسكين راه تبارك الله، وهذه هي العشرة الطيبة والعشرة ديال الحلال. كيتلاقى بنادم في الزينة في 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 الخايبة، وهذه الحياة، والحياة راه فيها زوين، مرة كتكون مزيرة مرة كتكون مخوفة. الحمد لله. واخا السعدية الكلمة كلمة منك بحكم شتي راجلك اش داز عليه ودابا كي ولا. الحمد لله نشكرو الدكتور الهاشمي، نشكرو على هذا النعمة اللي عطانا سيدي ربي هو، ونشكرو العائلة ديالو مرحبا بيهم. ربي يخليك، ربي يخليك. ياك دابا كتشوفي السير حالي على خير. الحمد لله، الحمد لله. كنقول لها هي هي زعما ولا بس هي خير داكشي اللي بس هي اللي تبي خير. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لك. مازلنا مشاهدينا في ضيافة السير الرحالي وزوجة ديالو السيدة السعدية وسط هذه اللمة العائلية، واللي السير الرحالي أصر أننا ما نغادرو حتى نشاركوهم وجبة الغداء اليوم يوم جمعة. أكيد طبق رئيسي هو الكسكس اللي من عادة المغاربة، وهذا تعبيرا منهم على كرم الضيافة اللي يعني في أي بيت مغربي اللي مشهرين به المغاربة قاطبة، وتعبيرا ثانية يعني مرة أخرى على الفرحة ديال سير الرحالي الشفاء ديالو. وكنشوفوا جوج الاطباق كيف قلنا الكسكس اللي هو عاده يوم الجمعه ياك السعدية مداومه انت على الكسكس. وكذلك هنا كنشوفوا الدجاج محمر، هذا كسكسو ديال منطقه الفرقه اليوم الجمعه. لا ضروري طعام الجمعه، هذا كسكسو ديال الخوالق بهالطريقه صباح الخضار. تبارك الله ما شاء الله، يعني الطبق غير الشفاء ديالو راه كيشهي. كنشكركم بزاف وتعبتوا راسكم معنا، يعني محنتوا راسكم معنا بزاف. الله حنا الواجب، حنا كيجينا الواجب، ولكن ربي يخليك. ولكن قدام الكرم ديال المغاربه جميع ما كان يعني واخا واخا تقول لهم لا هكا كيقول لك لا حنا دخلتي لدارنا ضروري. الله يخلف عليكم، الله يداومها، الله يداوموا مجمع ان شاء الله، الله يداوم الخير عليكم وعلى جميع المسلمين. الحمد لله على الشفاء ديالك، والله يشافي كل من هو مريض. شكرا لكم بزاف، بارك الله فيك اختي، الله يخلف عليكم. طيب ومرحبا بكم، هذا الواجب، هذا الواجب. شكرا الشيخ الهاشمي، الله يبارك فيك، الله يخلف عليكم، الله يخلف عليكم، الله يكثر خير، راه خير كثير، الله يخلف عليكم، راكم تبارك الله. ربي يخليك، خير كثير كدير، كديروا مع كل واحد. بالعكس كملي كندخلوا كنلقاو هذه الفرحة، والإنسان فين كان يعني كان كيما كنقولوا الله زعما يعني وصل الناس كيبكيو عليه، هكا ودابا لقيناهم فرحانين. لا شكرا لكم بزاف، ودابا نتشاركوا هذه المجيبة إن شاء الله. نشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم ولا تيأسوا إلى ذلكم، والحين كنتم في دمتم عفوا في أمان الله.